الذي لا يزال يتحكم به مالك افتتاح مسعود بن سعيد الحريري ينطلق على بركة الله وحفظه. الشوط الأول، الشوط الرئيسي للبكار، الصعود من مسافة الكيلو ونصف. المركز الأول، البداية الآن مع الواصلة لمنصور بن عبد الله العطية، تتصدر هذا الجمع الممتاز. المركز الثاني، ننتقل الآن أيضا، ما هي إلا لحظات ونتعرف على رقم صاحب، إذن هي الواصلة أيضا للسيد منصور بن عبد الله العطية. المركز الثالث، شعار بن فاتوح يصل مع الشاهنية محمد بن سالم آل فاتوح. المركز الرابع، انطلاقة من حربة زايد بن سعيد الخيارين. وخامس المراكز تصل الآن وتنطلق في هذه اللحظات وتتسلل صوغة لعبد الرحمن بن حباب الهاجري، وأيضا الانطلاق مع عبث، عبث من تصل عبد الله بن خالد بن مثيب. ولكن الواصلة، الواصلة 1 والواصلة 2 مع منصور بن عبد الله العطية. يا سلام يا سلام، تتبادل المراكز الواصلة والواصلة. الشوط الأول الرئيسي، يا سلام، شوفوا عبث، شوف عبث، ارصد عبث، من تحاول الآن أن تعبث بهذا الشوط، تعبث بالواصلة وتعبث بالواصلة. سلامي عليك يا بن مثيب. الشوط الرئيسي، الانطلاق الممتاز، الله، عبث عبث عبث، بالفعل قلبت موازين هذا الشوط لتسيطر على المركز الأول والشوط الرئيسي. الشوط الأول الرئيسي يا بن مثيب، عبد الله بن خالد بن مثيب، لكن العطية ما يخليك في حالك. منصور بن عبد الله العطية مع محاولات جادة وعنيفة من الواصلة، سلامي على الواصلة، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الهجوم. وسلام، السلام لأهالي السيج، أهالي السيج الذين تسلموا سلام النقطة الأولى والرئيسية للصعوب. الشوط الرئيسي للصعوب إذن يذهب مع الواصلة ومع منصور بن عبد الله العطية. وسلام السيج، سلام على هذا العرض الممتاز والرائع. المركز الثاني اللي ما قصرت، عبث للسيد عبد الله بن خالد بن مثيب. المركز الثالث، شعار السيد محمد بن سالم الفاتوح مع الشاهنية. التوقيت الزمني ممتاز، دقيقتين و17 ثانية و65 جزء من الثانية. تهانينا إذن للسيد محمد أو منصور بن عبد الله العطية على فوز الواصلة وانتزاعها لهذا الشوط الرئيسي.